السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، حبينا نرجعوا على الناس اللي كانت تقول لنا يا ولدي مش وقتها لما تنتقد الاتحادية فيما يخص قضية الفندق. قضية الفندق خلت الاتحادية تدفع غرامة وإن ذا من قبل الاتحاد الأفريقي. هذه واحدة كي قلنا هضرنا قلت لنا يا ولدي مش وقتها، احنا قلنا لكم باللي بالعكس هذا هو وقتها، حذرنا لان الامر يتعلق بالمنتخب الوطني. لا قدر الله وتقصر المنتخب الوطني من كوت ديفوار، كانت القضيه تصبح في سبب الاتحاديه. من بعدها خرجوا الناس قالوا لنا يا ولدي مش وقتها، وقتها وثم وقتها، وتبش تعرفوا باللي رانا بفضل عزيمه اللاعبين وبالماضي فقط وبطبيعه الحال لا ما ننسوا انه كل شيء بالمكتوب، ربي سبحانه كتب لك باش تدي كوب دافريك، تدي كوب دافريك مش مكتب لك، مش مكتب لك، هذا شيء مفروغ منه. بصح لكل مجتهد نصيب، هذا شيء معلوم. اذا غرامه بسبب تسيير الهوية من قبل الاتحاد الافريقي كان بسببها ممكن يتقصر المنتخب الوطني 120 كيلو، كاين الناس اللي قالت لي 40 30، المسافه الحقيقيه 118 120 كيلو من فندق رويال كامبينسكي القاهره الجديده نيو كايرو الى السويس 120 كيلو، الى السويس، الى وين السويس؟ الى ملعب السويس 120 كيلو. شو عمي غلط؟ كنا قادرين بالاتحادية، لو كانت اتحادية ما نقولوش احنا محترفة، اتحادية عادية برك، اتحادية عادي تخدم خدمتها برك، بعد مقابلة السنغال والفوز على السنغال بهدف 0 والتأهل مباشرة للدور الثمانية، كانت قادرة الاتحادية تحجز على الأقل فندقين أو ثلاثة. بصح الله غالب ما عدناش. الآن الأمر اللي يقودنا الموضوع اليوم، لأن لازم ندق ناقوس الخطر مش من المنافس. أنا عمري ما خاب المنافس، صحيح مقابلة الوحيدة اللي تكلمت عليها مقابلة غينيا. نيجيريا رغم النجوم اللي عندها، رغم اللي عندها موسى، عندها يوبي، عندها إيغالو، عندها، بصح ما يخوفونيش، اللي تخوفني الكواليس، الدهاليب تاع الكاف هي اللي تخوف. بحكم ما عندناش اتحادية، بحكم هذا المنطق ما عندناش اتحادية، تم تعيين بكاري غاساما الحكم الغامبي، هذا عنده سوابق، عنده العديد من السوابق. بكاري غاساما خسرنا معاه مع نيجيريا بنفس المنتخب 3-1. غامبيا هي عبارة عن جزيرة في تابعة للسنغال ودات الاستقلال نتاعها، يعني تابعة للسنغال. الأدهى والأمر أن المساعد الأول لغاساما هو حكم سنغالي، وأطراف المربع الذهبي كان السنغال والجزائر، السنغال ضد تونس والجزائر ضد نيجيريا. التقسيم الجغرافي يقول باللي ممنوع باش يكون غاساما ولا الحب مساعد الأول السنغالي مع في مقابلة الجزائر، نفس الشيء ممنوع يكون حكم مغربي أو جزائري في مقابلة تونس والسنغال. لكن وهنا نطرح عليه عديد من العلامات الاستفهام، الحكم السنغالي الحكم مقابلة السنغال وتونس هو حكم اثيوبي، هذا الحكم دائما ما يحكم المقابلات نتاع المنتخب التونسي. وهنا نرجع الى السيد المحترم البوشماوي رئيس لجنة التحكيم الكونفدرالية الإفريقية والاتحاد الإفريقي. الناس اللي تحب بلادها ندير كيما نحب، ليسونسيال بلادي تربح، ندير كيما نحب، كواليس مش كواليس، نجيب حكم ما نجيبش، نجيب حكم اللي يساعد المنتخب بتاعي واحد ما يسالني، انا يا عضو في الكاف ندير وش نحب. احنا ما نطلبوش من زرشي انه يكون عضو في الكاف، احنا طلبنا غير حقنا. اطعن يا سيدي، اطعن، بين لهم اللي راك مسؤول، هل انت خضره فوق عشاء؟ إذا راك جبناك ديكور ومنظر، شنو نديرو بيك؟ نخلي بالماضي رئيس الاتحادية خير.
نديرو بالماضي رئيس الاتحاد اللي هو في نفس الوقت مناجر، انا مناجر ما نعترفش به، انا المناجر اللي ما يقدرش يجيب لي حسام عوار وماكسيم لوباز وياسين عدلي وادي اندي ديلور هو اللي دفع الدوسي نتاعو وفيكتور ركحل هو دفع الدوسي نتاعو، ما نعترفش به انا، خلاص مناجر بالنسبه لي انا، هذا بوست فيد، مناجر بوست فيد، منصب شاغر بالعربيه الفصحى، منصب شاغر ما كانش، ما نعترفش به انا كمناجر، ما نعترفش به، منصب شاغر ما كانش. النهار اللي يجي مناجر نهضروا نقولوا كان عندنا مناجر. رئيس الاتحادية نفس الشيء، خضرة ورعشة، ما عندناش رئيس الاتحادية، ما عندناش اتحادية أصلاً. اتحادية كاسم ستاتيو هكا وداني إبراهيم المركز نتاعها ولا المقر نتاعها، وي كاينة. كأموال عندها، عندها. تسير ربي يجيب الخير. لو كانت عندنا اتحادية قلتها صديقة نعاودها. ما كناش نطيحوا في الغطة تاع كوت ديفوار اللي كنا قريب نتقصاو، لأن أنا شفت المقابلة مليح مليح. او لا وعينت المقابله تاع السنغال مرتين وثلاثه واربعه، والله ما هو منتخب اللي قلقنا. السنغال ممكن ضربه جزاء غيرت المجرى تاع بصعادي، نقول لكم كون ما جاش التعب والحراره المرتفعه وخاصه التعب نعطيوها الكوت ديفوار، ماهيش حاجه منتخب، مش حاجه بالتعب والارهاق خلانا نروحوا معاها الوقت اضافي اشواط اضافيه وضربات الجزاء، وكنا قاب قوسين وادى في ضربات الجزاء نتقصاو، وكنا ثاني قادرين في وقت اضافي نقتل حلم الكوت ديفوار تاعنا، خلاص نطيحوا عليه. بسبب ماذا؟ بسبب التسيير الهوي. كي نقول انا مش وقتها، هذا وقتها. كوني تتقصى الجزائر غدوه بسبب التحكيم، ساعه يقولوا كون ما درتوش. هانا جبنا قلنا لكم يا ودي ما عندناش اتحاد، كون جرى عندنا اتحاديه الغلطه تاع الفندق ما تصراش، لانه نتفكر قلت نرجعكم بالذاكره يا لاشان نتاع زرشي في 2009 مناجر المنتخب الوطني اللي كان في وقت روراوا قال له روراوا وروح ريزيرفي في السودان، وحنا مازلنا ما زلنا حتى ما لعبناش مع مصر قبل حتى ما نخسروا مع مصر، قبل ما نخسروا مع مصر قال له روح ريزيرفي في السودان، هذا رئيس اتحاديه. بينما رئيس الاتحاديه تاعنا كانت عندنا فرصه ذهبيه بعد ما فزنا على السنغال، عندنا متسع نخيروا لوتيل ونحجزوه كامل، ندوه فندق كامل، ندوه دراهم كاينه دراهم لمن رايحه، دراهم كاين، الاموال ملايير كاينه، نحجزوا فندق كامل عادي، على الاقل اللاعبين يركزوا ما يتعبوش، قرب المسافه بين الملعب يختصروا الوقت يختصروا الجهد، العديد من العوامل بصح لا بال ما كانش. وزيد دينا عقوبه من فوقها من طرف الكاف، عقوبه ماليه وانذار، وغدوه ان شاء الله مع نيجيريا زيد يجينا قاسما والمساعد تاعو السنغالي، بصح لا حياه لمن تونا، لا حياة لمن تنادي، حياة لم أنادي. ومن بعدها يقول لك مش وقتها، هذا هو وقتها، هذا هو وقتها. حمودي كي هضرت معاه لاشين تاع زرشي قال لهم ممنوع، قال لهم صح من بين الحكام قادر يكون قاسما، صح ممنوع على حساب التوزيع الجغرافي، ممنوع باش يكون قاسما ولا المساعدة تاع السنغالي، صح من تحكي، ما من تحكي. هذه الاتحادية اللي قلت لكم أنا اللي جبت بالماضي، هذه الاتحادية اللي قلت لكم انا اللي بفضلي انا كوب دافريكا رانا واصلين نصف النهائي، هذه هي الاتحادية اللي قلت لكم باللي 2017 منتخب غرق وانا اللي انقذته بدليل الكاراز وماجر، هذه الاتحادية اللي ملف مش قادر ما قادرش تدفعو تاع وتزميرلي وخلي وخلي، انا ما نحبوش نهضرو لان قلنا دائما مصلحة المنتخب فوق اي اعتبار، بصح لما يتعلق الامر باقصاء المنتخب لازم نتكلموا. كم نتكلموا جلو هيا قدر الله وقاسما دار فينا كارثه ولا فضيحه، بصح نقولوا كون هدرنا كون حذرنا. قضيه الفندق كون خسر المنتخب الوطني مع كوت ديفوار طحنا في الربع النهائي، علاه؟ علاه؟ لازم هذوك الدوله تاخذ موقف، يا مسؤولين الدوله حابين المنتخب ما يتشوشوش عليه، بصح يروح لما يروح المنتخب الوطني يقدر راه نصف النهائي ولا حتى لا فينال وما ندوش الكاس ولا حتى دينا الكاس، لازمكم يا مسؤولين الدوله تاخذوا بعين الاعتبار تصرفات وتسيير الهوي الاتحاديه، الى متى السكوت على هذه التصرفات
والتسيير العشوائي. كل واحد عطوه حقه، كل واحد عطوه حقه، اللي غلط يخلص، اللي غلط يخلص. الى متى يضر؟ شكون يضر؟ المنتخب الوطني، لاعبين تعبانين مرهقين من السفر 120 كيلو من بعد الحلبة مقابلة، من بعد زيد يجي نصف النهائي تلقى قصامة وهي اتحادية. يا اخي دير طاعن من حقك، ما نروحش نلعب اسيدي، ما نلعبش، بدلوا لي الحكم. انا نشوف الاهلي المصري يلعب مقابله في نصف النهائي حكم تونسي ولا حكم جزائري، اطلب باش يتعاب باش يتنحى الحكم في ظرف 24 ساعه. 24 نادي خير من المنتخب الوطني، نادي الاهلي خير من الاتحاديه كامله، خير من المنتخب الوطني كامل. اداره نادي الاهلي بدلت حكم في 24 ساعه، رافضين ما نلعبوش، نحيونا الحكم، نحاونا من الحكم. بينما الاتحاديه منتخب وطني، منتخب اكثر من 40 مليون جزائري، ومنتخب اكثر من ايش عارف انا 20 ولا 15 مليون جزائري في المهجر في الغربه. لا حياه لمن تنادى، لا اتحاديه، لا ما كان والو، ما كان لا مناجر، ما نهضرش بنا بوست فيد. لا اتحاديه ويني ما كانش. من بعد يقول لك اسكت واش انت عزت شي؟ طبيعه الحال ماذا بها عزت شي يخرج هو منتصر، ما تكلمش على الفضيحه هذه عادي، باش انت عزت شي معروف صح. مشكل ما ضرب، ما ضرب المنتخب الوطني. لازم هذه النقطه ياخذوها بعين الاعتبار مسؤولين الدوله الجزائريه، خاصه بعد رجوعنا من مصر. لازم تاخذ بعين الاعتبار تصرفات وسلوكيات تسيير الهوى الاتحادي الجزائري، لان هذا تسيير قادر بسبتو يودينا في الربع النهائي نتقصاو، كنا قادرين من الربع النهائي نتقصاو قبل حتى من نوصل نصف النهائي. اذا حذاري، بالتوفيق للمنتخب الوطني، وان شاء الله نجوز نتجاوزوا العقبه نيجيريا، ومن بعدها يكون كلام اخر في النهائي. في الاخير ختم ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.